أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج المنصة. مع انقلاب الميليشيا الحوثية على الدولة تشكلت في المقابل مقاومة شعبية ونواة للجيش الوطني. تجمع الشباب من مختلف انتماءاتهم وتشكيلاتهم لتكوينها غير آبهين بالنتائج التي قد يواجهونها. فقط حملوا على عاتقهم مواجهة هذا الانقلاب واستعادة الدولة ومؤسساتها. خرجوا لأجل الوطن، لا يطلبون جزاء ولا شكورا. وبما أن للحرب والمقاومة ضريبتها المستحقة التي يدفعها هؤلاء الشباب، كان الجرحى أكثر من يدفع هذه الضريبة. مشوار معاناة طويلة قطعها هؤلاء الجرحى من لحظة الإصابة الأولى إلى لحظة الإهمال الأخيرة في مستشفيات الخارج. عن جرحى المقاومة والجيش الوطني ومعاناتهم في مستشفيات الخارج والإهمال المستمر لحالاتهم من قبل الجهات المعنية سيكون المحور الأول من هذه الحلقة. في المحور الثاني من الحلقة سنناقش الأسباب التي تدفع الكثير من الشباب للتوجه إلى جبهات الحدود لمواجهة عناصر الميليشيا الانقلابية بالنيابة عن المملكة العربية السعودية. ما هي أبرز الأسباب التي تدفع بهؤلاء الشباب إلى ترك الجبهات في مدنهم والتوجه إلى جبهات لا تمت إلى مشروع المقاومة بأي صلة، رغم معرفتهم بالعواقب الكثيرة الناتجة عن خطوة كهذه؟ لماذا تسمح أسر هؤلاء الشباب لأبنائهم بالانخراط في صفوف المقاتلين في جبهات الحدود رغم سماعهم لمئات القصص عن شباب ذهبوا إلى الحدود ولم يعودوا؟ لكن قبل استقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم لمناقشة محورية الحلقة، نشاهد هذه التصريحات التي وصلتنا عبر الواتساب لمجموعة من الجرحى في مصر، وهم يروون جزءا من قصة معاناتهم الطويلة والدائمة طوال فترة إقامتهم في دولة مصر الشقيقة. أنا الجريح محمد عبد الجليل حسن عقلان، أحد جرحى الحرب في محافظة تعز في القاهرة. أصبت بالعين اليمنى بشظايا في تاريخ 9/8/2017، وقد أجريت لي عدة عمليات في العين اليمنى، منها زراعة عدسة وقرنية وإزالة التصاقات، حيث أنها تكللت بالنجاح والحمد لله. إلا أنه في الآونة الأخيرة تم استقطاع مرتباتنا اليومية وإيجارتنا الشهرية بسبب تباطؤ وتخاذل الحكومة ممثلة برئيس الحكومة ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي من صرف استحقاقاتنا، حيث أنه نطالب ونناشد رئيس الحكومة والشرعية باعتماد موازنة ثابتة لجرحى تعز وسوتا ببقية اللجان التابعة لهيئة الأركان كمارب وعدن، وكما نطالب بسرعة صرف موازنة لاستكمال بقية العمليات والإجراءات الطبية للجرحى في الداخل سواء كانوا أو في الخارج. أنا الجريح زايد عبد الله سعيد، أحد جرحى محور تعز في القاهرة. باسمي وباسم جرحى محور تعز في القاهرة نناشد الأخ رئيس الجمهورية علي عبد الرب منصور هادي، نناشد نائب رئيس الجمهورية الفريق علي محسن صالح الأحمر، نناشد دولة رئيس الوزراء المهندس معين عبد الملك، نناشد قائد محور تعز، نناشد محافظ المحافظة الأستاذ نبيل شمسان، بعد أن أجرينا عدة اتصالات هاتفية ولكن لا حياة لمن تنادي. نناشدكم النظر بعين الاعتبار وسرعة صرف مستحقاتنا المتوقفة منذ أشهر، جراحنا عفنت وصلنا إلى مأساة حقيقية في القاهرة. نناشدكم أن تنظروا إلى جرحاكم، أن تنظروا إلى أبطال الحالمة. نحن وصلنا إلى مرحلة يرثى لها لا سكن لا مصاريف لا علاج. بسم الله الرحمن الرحيم. إننا جرحى تعز، من بين الألم والخذلان والمعاناة اجتمعنا اليوم الموافق 31/8/2019 وخرجنا بالنقاط والمطالبات والتوصيات التالية: 1. مطالبة القيادة السياسية والعسكرية باعتماد ميزانية ثابتة لعلاج جرحى تعز بالقاهرة أسوة ببقية المناطق العسكرية. 2.
مطالبة رئاسة الوزراء ووزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان بالإيفاء بالتزاماتها ووعوداتها بصرف الميزانية الطارئة والذي لا تزال إلى يومنا هذا حبرا على ورق. ثلاثة، نناشد قيادة محور تعز وقادة الألوية العسكرية والقطاعات وقادة المواقع بالوقوف إلى جانب جرحاها الأبطال. أربعة، نطالب وزارة المالية والدائرة المالية بوزارة الدفاع بسرعة صرف المبالغ الإسعافية المصادق عليها مسبقا من قبل رئاسة الوزراء وبحضور محافظ محافظة تعز الأستاذ نبيل شمسان. خمسة، نطالب إخواننا رفقاء السلاح والكفاح والجراح جرحى تعز بالداخل بالوقوف إلى جانبنا جرحى تعز بالقاهرة وجرحى تعز بالهند، والله الموافق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجريح يونس عبد العزيز احد جرحى تعز في القاهره، نطالب الجهه المعنيه وكل المسؤولين بصرف ميزانيه جرحى تعز في القاهره. نحن لنا فتره هنا بدون مصاريف وايجارات وعمليات. انا مرافق الجريح بل عبد الواحد محمد غالب العزاني، حيث انه هنا في القاهره يتعالج على حساب لجنه القاهره، وهو مسؤول في من الاطراف السفليه بسبب النصب فيه. ونتمنى من رئيس الجمهورية وكذلك رئيس الوزراء وكذلك الجهة المعنية والحكومة باعتماد ميزانية لجرحى تعز أسوة ببقية المحافظات، وبحيث أنه لنا في القاهرة مدة بدون مصاريف ولا دعم مالي. ونتمنى من جميع الجهات النظر إلى جرحى القاهرة وجرحى تعز بأسوة بمحافظة. إذن للتذكير مشاهدينا الكرام، كان لنا حلقة عن هذا الموضوع في الأسبوع الماضي، وهذا المحور خصصناه لمتابعة القضية ومعرفة إن كان هنالك أي شيء طرى على القضية. نبدأ باستقبال أول اتصالات هذه الحلقة وهذا المحور. معنا الجريح محمد المحمودي، وهو جريح من أبناء تعز في مصر. أهلا ومرحبا بك محمد، مساء الخير. مرحبا بك أختي الكريمة وبالمتابعين الكرام على برنامجكم المنصة. أهلا بك، وشكرا لتخصيص هذه الحلقة للجرحى. أهلا بك محمد. بداية أطلعنا على وضعك أنت كجريح في مصر، وأيضا أنتم مستمرون بهذه التحركات والمناشدات ربما منذ شهر. هل هنالك أي، لا نقول استجابة وإنما حتى ردود من قبل الجهات المعنية؟ والله يا أختي الكريمة، نحن في مصر يعني قرابة الستة الأشهر وأنا في مصر. هناك الكثير من الجرحى في مدينة القاهرة في دولة مصر، لهم ما يقارب البعض حدود سنة وسنتين ينتظرون إجراء عمليات، من ضمنهم أنا يعني طلعت لترتيب أطراف صناعية. كان مقرر أننا أعود قبل عيد عرفة إلى أرض الوطن بعد ترتيب الأطراف، ولكن ما هو حاصل هنا في مصر يعني تفاجأنا أننا نفتقد إلى أبسط الحقوق. المصاريف والإيجارات انقطعت، أبسط الإمكانيات توقفت عن اللجنة الطبية. لا ندري ما هو الخلل يعني الواضح في الشرعية. هناك إهمال متعمد ربما لجرحى مدينة تعز بالذات منذ فترة طويلة وهم يعانون الإهمال. الكل مسؤول عن ملف الجرحى، والكل لا مسؤول عندما نناشدهم عن معاناتنا وعن الإهمال الذي يلحق بجراحاتنا. حاليا الجرحى في مدينة القاهرة مأساة جدا للغاية، ينتظرون أبسط الحقوق، ألا وهي الإيجارات والمصاريف. ناهيك عن العمليات التي توقفت وعن من يريدون أن يعودوا لأرض الوطن، وهناك يعني أشياء كثيرة.
نعم محمد، توقف الدعم بالتأكيد أنه أثر على حالتكم النفسية وأيضا الصحية، كيف هو وضع من يحتاجون إلى عمليات بشكل مستعجل، إلى استمرار تلقي العلاج، إلى الأدوية، وناهيك عن أيضا مصاريفكم اليوم، كيف تتدبرون أموركم في مثل هكذا وضع؟ بخصوص يعني المصاريف توقفت منذ فترة، وخاصة أن الميزانية لجرحى تعز لم تعتمد يعني حتى اللحظة منذ ما يقارب سنة وأكثر. يعني هناك تقصير من جانب الشرعية، كما سمعنا أن هناك توجيه بمبالغ عاجلة من قبل دولة رئيس الوزراء، لكن حتى اللحظة لا يوجد شيء على أرض الواقع. الجرحى هنا في مصر يعانون الأمرين، الجانب الصحي والجانب النفسي أيضا، تدهورت حالتهم صحيا ومعنويا، مصاريف يعني انقطعت تماما عن جرحى تعز. ما كان يصل إلى جرحى تعز عبارة عن استقطاعات من قيادة المحور، استقطاعات بسيطة من الجنود تصل لتغطية المصاريف والسكن، لكن حاليا مع الأحداث الأخيرة هناك مأساة جدا يعني يستحيل أن نصفها. نعم، إذن محمد المحمودي، نتمنى أن تصل مناشداتكم ورسائلكم إلى الجهات المعنية، ونتمنى الاستجابة بأسرع وقت ممكن. شكرا جزيلا لأنك كنت معي في هذه الحلقة. اتصال آخر أيضا من جرحى تعز في القاهرة، الجريح فضل محمد. مرحبا بك فضل، مساء الخير. أهلا بك فضل، تفضل. اطلعنا. تحياتي لك أستاذة أمان وللمشاهدين الكرام. أهلا بك فضل. مرحبا. اهلا، اسمعك. نحن جرحى محافظة تعز في القاهرة، بصراحة نعاني من مشكلة جديدة قديمة لم يتم حلها من قبل الشرعية. هذه المشكلة هي مشكلة مالية بحتة. الأخوة في محافظة تعز لدينا ما يقارب من 600 جريح يحتاجون تسفير إلى الخارج. نحن هنا ما فوق 100 الجريح، بصراحة يعني أبسط الأشياء يعني يحرمنا منها، عمليات موقفات، علاجات موقفات، مصاريف تم توقيفها، ايجارات تم توقيفها، يعني نعيش بحاله ماساويه غير عاديه. البعض من الجرحى وصلنا لمرحله التقشف انه يحفظ بعض الوجبات، وهذا كان كله بسبب الإهمال من قبل قيادات الشرعيه، لكن عملنا كبير هو بالله سبحانه وتعالى، ثم بقياده رئيس الجمهوريه عبد ربه منصور هادي، لكي نناشد رئيس عبد الرب منصور هادي يعمل حل عاجل وفوري لهذه المشكله، مشكله جرحى تعز. كان هناك بعض المبالغ التي صرفت لجرحى تعز وللاسف تم عرقلتها في عدن، مبلغ 500 مليون ريال يمني من رئيس الوزراء تم عرقلته في البنك المركزي اليمني في عدن، مبلغ 500 مليون من نائب رئيس الجمهوريه تم عرقلته بوزاره الماليه، والمؤسف ان هناك مبلغ 580 مليون ريال تم استقطاعه من رواتب ضباط وجنود محور تعز كتامين صحي لمحور تعز. هذا المبلغ محتجز لدى الماليه التابعه لوزاره الدفاع، لم يتم صرفه الى الان رغم التوجيهات من محافظ المحافظه، من قائد المحور، من رئيس الوزراء، من وزير الدفاع. هناك تعنت واستهداف منظم لجرحى محافظه تعز، وخصوصا الجرحى الذين سفر بهم الى الخارج. هذا التعنت الممنهج والمنظم يريد ان يستهدف عزيمه هؤلاء الابطال، يريد ان يستهدف صمود هؤلاء الابطال، يريد ان يستهدف كبرياء هذه المدينه. لكن نحن نقول لهم نحن بفضل الله سبحانه وتعالى ثابتون واقفون، همتنا تناطح السحاب، عزيمتنا سندك بها الجبال، والله لن ننكسر، واذا كتب الله لنا تعالى الموت لن نموت الا ونحن واقفين شامخين شموخ جبل صبر. للاسف اختي اختامان، الجرحى في القاهره الى الان ما يقارب شهر ونصف بدون علاجات، بدون عمليات،
بدون مفاريس، بدون إيجارات. وصل بالبعض من الجرحى أنه يغادر الشقة في الصباح ويعود في وقت متأخر من الليل تهربا من صاحب الشقة، يعني وضع مزري للغاية. نعم. فضل محافظ المحافظة، محافظ تعز عندكم في القاهرة، هل حاولتم التواصل به؟ والله حاولنا التواصل بالأستاذ ربيل شمسان. بصراحة الأستاذ ربيل شمسان محافظ محافظة تعز متفاعل معنا جدا، صرح في المرة الأولى مبلغ إسعافي 100 مليون، وفي رمضان صرح ما يقارب من 50 مليون ريال يمني مبلغ إسعافي. لا غير هذه الحالة التي تعيش عليها لجنة تعز منذ البداية، كلها على المبالغ الإسعافية، مبلغ إسعافي من قائد المحور، مبلغ إسعافي من محافظ المحافظة، مبلغ إسعافي من مؤسسات الرعاية بقيادة الأستاذ عصام التميمي. لا غير للأسف لا يوجد هناك ميزانية ثابتة كما يوجد بقية اللجان التابعة لرئاسة هيئة الأركان. في بعض اللجان يعتمد لهم في السنة الواحدة 12 مليون دولار، اللجنة الثانية يعتمد لهم 7 مليون دولار، بينما اللجنة تعز لم يعتمد لهم حتى ريال واحد من الحكومة. لماذا فضل برأيك، لماذا يتم التمييز بهذه الطريقة بين لجان المحافظات؟ من أين تمول بقية اللجان حتى تستمر ميزانيتهم بهذا الشكل على عكس لجنة جرحى تعز؟ والله حسب تقديري أنا شخصيا أنهم يريدوا كثرة كبرياء محافظة تعز. محافظة تعز هي كثرة كبرياء ميليشيا الحوثي، كثرة كبرياء 13 لواء هاجموا محافظة تعز ولمدة 5 سنوات، حصرت معين مدينة تعز في معيشتها، قطع عنها الرواتب لمدة 1.5 سنة، قطع عنها الذخيرة، قطع عنها كل ما تحتاجه المحافظة، حصرت من جميع الاتجاهات، لغرض المدينة خامدة ثابتة بثبوت الرجال، بصمود هؤلاء الأبطال، وفي الدرجة الأولى هم رجال الجبهات الذين هم الآن معظمهم جرحى. يريدون نعم. أن يرفعوا هذه المحافظة، نقول لهم لا والله لن نركع، نموت ونحن شامخون واقفون بعزتنا بكرامتنا، لكن كل هذا لا يخلوكم من المسؤولية الشرعية. أنتم تتحملون المسؤولية في الدرجة الأولى، رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، وزير الدفاع، نائب رئيس الجمهورية، هؤلاء مسؤولون أمام الله سبحانه وتعالى وأمام الشعب وأمام التاريخ عما يجري لمحافظة تعز والجرحى تعز. نعم. فضل، في الحلقة السابقة أيضا كان هذا هو موضوعنا، وكان بعض من الجرحى زملائك كان أيضا لهم شكاوي أخرى غير الشكاوي المالية والضائقة المالية التي تعاني منها وغياب الميزانية وما إلى ذلك. كان من بعض الشكاوى التي قالها الجرحى أن اللجنة الطبية الخاصة في القاهرة لم تقدم أو تقوم بإرسال الجرحى إلى مستشفيات غير مؤهلة وإلى أطباء غير متخصصين، وتعاقد مع صيدليات تقوم ببيع الأدوية بأسعار مرتفعة. ما صحة هذه الشكاوى فضل؟ بصراحة أنا أتكلم عن نفسي، أنا من خلال معاملتي تعاملي مع لجنة القاهرة بصراحة تعامل راقي وجيد. الدكاترة الذي رحت وتعاملت فيه عندهم دكتور العمود البقري، دكتور متخصص باليد، دكتور متخصص في المشاكل البوليه، قام ارقى دكاتره في مصر، والبعض لديهم شهاده انهم من ارقى الدكاتره بالمستوى الشرق الاوسط. والمرض الواحد لم اروح عند دكتور واحد فقط، بل يعني العمود رحت عند 3 دكاترة، المسالك عند 3 دكاترة، اليد عند 4 دكاترة، وكله على نفقات اللقاء في اللجنه. وبصراحه ما فيش هناك اي تقصير، واذا كان في اي شكاوى و اتهامات وما شابه ذلك، فبصراحه المسؤوله القانونيه والاداريه هي على اللي غلط في هذا الكلام على رئيس اللجنه او احد اعضاء اللجنه. نعم. اذا فضل، انا تكلمت عن نفسي بصراحه، كل اللجنه
التعليقات التي وردتنا بهذا الخصوص. تعليق لمحمد يقول: جرحى المقاومة والجيش العالقين في مصر هم ضحايا هادي ورموز الفساد في حكومته، معاناتهم وصمة عار في جبين الشرعية. تعليق آخر لفتحي الصوتيات يقول: فتحي، أولا جرحى تعز في القاهرة يعانون الأمرين، لهم فترة دون علاج ومستحقات وسكن، كل ما يوصل لهم هو استقطاع من الجيش في الداخل من رواتبهم، لا يوجد ميزانية معتمدة لهم، كل المبالغ التي صرفت لهم من رئيس الوزراء لم تصرف إطلاقا من قبل البنك المركزي، وأيضا هناك مبالغ مالية محتجزة لدى الدائرة المالية، لا نعلم لماذا هذا التعسف لجرحى تعز في القاهرة والهند والداخل. تعليق آخر لرزق يقول: أنا أحد الجرحى في القاهرة، نطالب رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية وكل من هو مسؤول عن ملف الجرحى أن ينظروا إلى جرحى تعز بعين الأبطال الذين ضحوا من أجل الوطن لا بعين الرحمة، نطالب رئيس الوزراء وكل من له يد في الحكومة بسرعة اعتماد موازنة ثابتة لجرحى تعز في القاهرة أسوى بالجرحى الآخرين التابعين للمناطق الأخرى. جرحى تعز عددهم 24,000 جريح، وكل هذا العدد ولم يكن معهم موازنة ثابتة. تعليق آخر لمحمد يقول: جرحى تعز يعانون خذلان الشرعية، جرحى تعز بالداخل والخارج بدولة الهند ومصر يعانون عدم اعتماد موازنة ثابتة لعلاجهم من قبل رئاسة الوزراء ورئاسة هيئة الأركان. إذا نعود لاستقبال الاتصالات من مشاهدينا الكرام. معنا أمجد السري، مرحبا بك أمجد. أمجد هل تسمعني؟ إذا يبدو أننا لم نستطع استقبال أمجد، يبدو أن هنالك مشكلة في الاتصال. معنا عبد الفتاح. ألو، السلام عليكم. نعم عبد الفتاح، أنت معنا؟ أيوة معكم. أهلا بك عبد الفتاح، تفضل. هل هنالك أي جديد؟ هل هنالك أي رد وصلكم؟ ألو. نعم أسمعك عبد الفتاح، تفضل. أولا سيادتي الكريمة، نجدد مطالبنا لرئاسة الدولة. قبل أن أجيب على سؤالك، نجدد مطالبتنا لرئاسة الدولة ورئاسة هيئة الأركان العامة بسرعة اعتماد الميزانية لجرحى تعز يستخدم داخل المنطقة العسكرية، يعني مش معقول يظل حالنا كذا. وثانيا حاليا وفي ظل الأوضاع التي تعيشها البلاد، فإننا نحمل السلطة المحلية مسؤولة ما يحدث لجرحانا من إهمال وتقصير وتوقف البرنامج العلاجي، ونطالب الأخ المحافظ محافظ المحافظة وقائد المحور بأن يعملوا حل سريع لإنهاء معاناة جرحانا في الداخل والخارج. طبعا الاخ المحافظ تقاعد معنا في السابق كثيرا، وسبق ان ارسل لنا مبالغ اسعافيه مرتين بعد عيد الفطر المبارك، وقبل اسبوعين اوعد وعدنا بارسال مبلغ 100 مليون، ولكن للاسف هذا المبلغ لم يصل الى الان. نطالب الاخ المحافظ بسرعه الايفاء بوعده، كوننا في امس الحاجه لهذه المبالغ الاسعافيه. نعم. كما احب نتيجة المعاناة وقساوة الظروف هنا كما أحب أن أناشد الجمعيات والمؤسسات الخيرية، وأخص بالذكر مؤسسة الرعاية ورائدها الأستاذ عصام التميمي، ومؤسسة شهيد ممثلة بالدكتورة خديجة الفدابي، والذين سبق لهم أن وقفوا معنا مواقف إنسانية مشرفة مع أبنائهم أبطال الجبهات. أناشدهم لتقديم الدعم والمساعدة الآن لجرحاهم، هم بأمس الحاجة لها. وانني اضفت نداء الاستغاثه هذا لانني ادرك جيدا ان الاستجابه الحكوميه تاتي متاخره، خاصه في ظل هذه الاوضاع التي نعيشها حاليا. قد تاتي متاخره وقد تهمل كعادتها. اقتصر مناشدتي لكل من الاخ محافظ المحافظه بصفتي مسؤول السلطه المحليه الرسمي، والاخ قائد محور تعز بصفته قائد ميداني للمحور لنا كابطال الجيش.
كما هنا صوت المواجهه للاخوه المؤسسات الخيريه بشكلهم ابائنا وامهاتنا واخواننا والذين قد تعودنا ان نجدهم دائما بجانبنا باحرق الظروف. نعم عبد الفتاح اسمح لي نعم وضحت الفكره لم يعد لدينا وقت عبد الفتاح معنا ايضا الان الاستاذ فكري العبسي رئيس اللجنه في القاهره سانتقل اليه ابقى معي عبد الفتاح ساعود اليك مرحبا بك استاذ فكري العبسي مساء الخير. مساء النور والعافيه. اهلا بك استاذ فكري تكرما لو تطلعنا على الوضع المالي للجنه وما هي اليه التواصل مع الجهات التي تمدكم بالموازنه وهل تواصلتم معها خلال هذه الفتره لتطلعوها على مشاكل والازمه الماليه التي تمر بها اللجنه وبماذا تم الرد عليكم؟ نعم عزيزتي احنا تواصلنا مع اللجنه الاساسيه في تعز. نعم. وأطلعناهم بتقرير في تاريخ 30 وفي 2 سبتمبر كمان أرسلنا بتقرير آخر نشرح فيه الوضع المالي والوضع الصعب الذي يعيشه أبناءنا القرحة. طبعا اللجنة في الداخل مثلا بالدكتور العميد محمد الثوابي مش مقصرين معنا وهو سيد قائد المحور الحمد لله الأمير الحاج كمان مش مقصر معنا هم يبذلوا معنا قصار جهودهم. طبعا لو جينا نتكلم عن الموازنة احنا ليس لدينا موازنة كلجنة طبية عسكرية الجرحى محور تعز دون بقية اللجان الطبية العاملة والتابعة لهيئة الأركان العامة. كل المبالغ التي تصلنا هي عبارة عن استقطاعات يتم خصمها على أبنائنا أبطال الجيش الوطني في تعز ويتم تحويلها أولا بأول لنا كلجنة طبية عسكرية في القاهرة ولجنة طبية عسكرية في الهند. نعم. طبعا المبالغ التي تصل لنا مبالغ زهيده مثلا نحن لو جينا نتكلم عن مبالغ لا تتجاوز يعني 600 700 ألف دولار فقط بينما مثلا لو جينا نحدد احتياجاتنا للفتره من يناير ولنقل يناير يعني بدايه السنه حتى الان اجمالي المبالغ المطلوبة 1,601,609 دولار. هذه الاحتياجات عمليات أساسية وعمليات سنوية وأطراف صناعية. طبعا تخيل الفارق الكبير ما بين ما يتم طلبه وما نتحصله نحن كلجان في الخارج. نحن نعيش أزمة حقيقية بسبب عدم تجاوب الحكومة معنا وعدم إفرادها لنا موازنة ثابتة تصرف بصورة دورية كبقية اللجان العاملة يعني. نعم. فوضعنا وضع صعب جدا أبنائنا وأبطالنا في القاهرة مثلا المصاريف مقطوعة يعني من قرابة 20 يوم وأكثر يعني. نعم. أستاذ فكري. الإيجارات لا نستطيع سداد الإيجارات في حالات إسعافية بسبب مثلا البيان الصادر عن اللجنة الطبية العسكرية في مهرب بالتوقف عن العمل وقرار المغادرة لكافة الجرحى وكمان قرار اللجنة الطبية العسكرية للجنوب هذا أثر علينا في المستشفيات. المستشفيات لا تقبل لنا أي حالة إسعافية حتى الآن يعني هم ينظرون لنا كلجنة واحدة يعني نحن نعيش أزمة حقيقية وأبنائنا يعيشون أزمة حقيقية سواء من الناحية المعيشية أو من الناحية الطبية يعني نحن نناشد هنا يعني دولة رئيس الوزراء الدكتور معين بالتدخل السريع لحل الأزمة يعني ويعني إيقاف ما نمر به يعني من لحظات تعتبر يعني حرجة لم نمر بها يعني من قبل. تفضل أختي. نعم أستاذ فكري أنتم ربما في القاهرة منذ سنوات وكل هذه المدة وليس لديكم ميزانية ثابتة أسوى ببقية لجان بقية المحافظات لماذا في رئاسة اللجنة سواء الفرعية في القاهرة أو في تعز وقيادة المحور لم تضغطوا على الجهات المعنية لاعتماد ميزانية ثابتة وأيضا كان هنالك أخبار تتحدث عن توجيهات من رئاسة الوزراء من علي محسن من المحافظ بمبالغ مالية لماذا لم تصرف من أين هي عرقلة صرف هذه المبالغ من يتحمل مسؤولية عرقلة صرف هذه المبالغ؟ نعم عزيزتي طبعا في مداخلة سابقة معكم في القناة تكلم العميد الدكتور محمد الثوابي
وقال أن جرحى تعز يعامل غير بقية جرحى الجمهورية، وكأن هناك عدم مساواة أو عدم عدالة في التعامل. طبعا احنا لدينا مبلغ وقدره 581 مليون، هذه عبارة عن خصميات من أفراد الجيش، هذه طبعا محجوزة في الدائرة المالية لوزارة الدفاع، ولا نعرف يعني حتى الآن لماذا لم تصرف. لدينا توجيه من دولة رئيس الوزراء دكتور معين ب 500 مليون ريال يمني، أي ما يعادل مليون دولار. هذه عبارة عن شيك وجاهز موقع موجود ومودع في البنك المركزي. طبعا هذه قبل أحداث عدن لم تصرف، واضطرت اللجنة الأساسية في تعز لإصدار بيان وتحميل الحكومة ورئاسة الجمهورية مسؤولية المعاناة التي يعيشها أبناءنا في الخارج. طبعا لدينا تحويل آخر ب 500 مليون ريال من نائب رئيس الجمهورية عبر وكيل المحافظة الأستاذ عارف جامل، وهذه لا زالت معرقلة في وزارة المالية. معنا من الدكتور معين مبلغ 5 مليون دولار توجيه كموازنة مؤقتة سيتم اعتمادها ومناقشتها مع رئيس الجمهورية، وحتى الآن لا نعرف ما مصير هذا المبلغ. طبعا 5 مليون هذا لو جينا نتكلم عن المبلغ هذا وأنه سوف يلبي احتياجات أبطالنا في الداخل والخارج، المبلغ هذا زهيد جدا وستظل المشكلة قائمة. يعني في لدينا لجان مشابهة موازنتهم 12 مليون دولار وهم يعيشوا أزمة. أستاذ فكري، من المسؤول عن صرف هذه المبالغ؟ مع من أنتم تتواصلون لكي يتم الإفراج عن هذه المبالغ وصرفها؟ من المسؤول عن صرفها ومن المسؤول عن عرقلتها؟ أنتم في رئاسة اللجنة مع من تتواصلون؟ المسؤول الأول والأساسي هو رئيس الحكومة الدكتور معين، هو المعني بتنفيذ توجيهاته أو بنفاذها في البنك المركزي ووزارة المالية. يعني نلتجئ لمن نحن لكي نأخذ مستحقاتنا من الموازنات؟ ولماذا يتم معاملة جرحى تعز هذه المعاملة التي يعني للأسف يعني لو جينا نوصفها يعني غير عادلة ودونية؟ يعني لماذا يعني جرحانا فقط هم الوحيدين الذين ليس لديهم موازنة ثابتة كبقية اللجان التابعة؟ نحن لجنة واحدة ونتبع هيئة الأركان العامة، لماذا هذه المعاملة يعني المجحفة لجرحى تعز التي تحتوي على أكبر عدد وأكبر جيش من الجرحى؟ صحيح. يعني نحن الآن لو جينا نتكلم عن من يتلقون العلاج مثلا عندي في القاهرة أنا، صحيح، حتى الآن 221 جريح، تم علاج 101 جريح و120 جريح لا زالوا قيد الإجراءات الطبية عندي. نعم، وصلت الفكرة دكتور. كان هنالك في الحلقة السابقة بعض الشكاوي لبعض الجرحى، كنا نود ردك عليها دكتور فكري. كان هنالك من تحدث عن إجبار الجرحى على توقيع سندات فارغة مؤهلة ودكاترة غير أكفاء. أحد الجرحى تحدث أنه من قام ببتر قدم، من قام بعملية البتر دكتورة نساء وولادة. ما هو ردك على كل ذلك دكتور فكري؟ طبعا دكتور عزيزتي، سندات فارغة هذه أثناء ما نوزع المصاريف، طبعا هذه السندات ليست فارغة. طبعا نحن نكتب اسم الجريح ونعبي بياناته فقط، لو أنه في نفس اللحظة يكون لدينا 160 جريح نود أن نصرف لهم المبالغ، فكل واحد يوقع ويعني على السند تبعه ويبصم ونحن نمسك يعني الدفاتر هذه، وبالترتيب كل واحد قبل ما يستلم مبلغه يتم تعبئة بياناته وصرف له المبلغ. نعم. فهذا إجراء إداري عادي. بعدين يا أختي، نحن نعمل ضمن منظومة حكومية، نحن نخضع لرقابة لجنة أساسية ونخضع لرقابة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. نعم. ونخضع لرقابة وزارة المالية، عدة جهات رقابية نحن نعمل ضمن إطارها، ونخضع طبعا لرقابة قيادة محور تعز. يعني والحمد لله نحن في تصفياتنا السابقة لم يعني تورط ضدنا اي ملاحظه، نحن نعمل بما يرضي الله وحبا يعني في تعز، ولا يمكن يعني ان نحن يعني نخالف ضميرنا في اي شيء. يعني
وملفات الجرحى كل جريح يستطيع ان ياتي الى ما الى ما الى المكتب ويطلع على ملفه بكل شفافيه. ليس لدينا ما يعني ما نخفيه. بالنسبه لاجبار الجرحى على دكاتره متخصصين، طبعا يا اختي نحن كلجنه طبيه عسكريه مأرب أو تعز لدينا مجموعة من المتخصصين، مثلا الأطراف العلوية لدينا 9 من أكبر الاستشاريين الموجودين في القاهرة. للأطراف السفلية لدينا 7 من أكبر الاستشاريين الموجودين في القاهرة. لجراحات المخ وعظام الجمجمة لدينا 5 من أكبر الاستشاريين. طبعا لما يأتي الجريح يعني يقول لك أنا أقل زميلي العمل الفلان الفلاني يعمل له عملية ونجحت وقل الآخر، نحن لا نترك الجرحانة عرضة للابتزاز أو عرضة للنصب أو عرضة لأن يرتكب في حقهم أي جناية طبية. نحن نحولهم على الاستشاريين اللي متواجدين لدينا كلجنة، والذي نثق فيهم نحن كلجنة طبية عسكرية، لأن هؤلاء من تسوية الجيش الوطني وأمنهم وحمايتهم والحفاظ عليهم مسؤوليتنا. طبعا اذا اتى الجريح لنا بتقرير من دكتور استشاري وراجعنا يعني عمليه الرجل هذا وممتاز، نعم، ليس لدينا اي مانع ان يذهب الى الاستشاري هذا ويجري عمليته. ولدينا كثير عشرات الجرحى من قاموا بالعمليات. وصلت الفكره دكتور فكري. للاسف لم يعد لدي وقت، انا ملزمه أن أنتقل إلى المحور الثاني. شكرا جزيلا لك دكتور فكري العبسي أنك كنت معنا. سيكون لنا حلقات أخرى لمتابعة الموضوع. أيضا أعتذر منك عبد الفتاح إسماعيل، لا أستطيع العودة إليك، يجب أن ننتقل إلى المحور الثاني. شكرا جزيلا لكم أنكم كنتم معنا في هذه الحلقة. إذا مشاهدينا الكرام، محور الحلقة الثانية سنناقش فيه أبرز الأسباب التي تدفع بالشباب في اليمن إلى التوجه إلى جبهات الحدود لمواجهة عناصر ميليشيا الحوثي بالنيابة عن المملكة العربية السعودية. لماذا يستمر الشباب في التدفق إلى هذه الجبهات رغم معرفتهم المسبقة بالعواقب الوخيمة والناتجة عن الإقدام مثل هكذا خطوة، ورغم سماعهم بمئات القصص عن شباب غادروا جبهات القتال في مدنهم إلى جبهات الحدود ولم يعودوا سوى أرقام في قائمة الضحايا؟ إذا مشاهدينا نبدأ باستقبال أول اتصالات هذا المحور. معنا عادل، مرحبا بك عادل. عادل ناجي، مرحبا بك عادل، تفضل عادل. نعم حياكم الله القناة الطيب، كيف حالك؟ نعم تفضل عادل، أنت أحد الشباب الذين يذهبون للمقاتلة في الجبهات الحدودية مع السعودية؟ لا لست منهم، ولكن على الطلع كثير ومن منطقة الكثير، والكثير من يذهبوا إلى هناك. تمام تفضل اطلعنا على هذا الوضع. والله يا أستاذة أمل، الحقيقة أن ما يذهبون الشباب إلى جبهات القتال في الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية والحدود الشمالية لجمهوريتنا العزيزة، يذهبون هناك عن طريق ناصر الذين يأخذونهم من المناطق المختلفة من محافظات تعز إلى تلك المناطق. نعم. يأخذونهم استنزاف هذه الطاقة الشابة، الطاقة الشابة الأحرار المكافحين المناضلين، يأخذونهم إلى تلك الجبهات المحرقة، إلى محرقة البقع النازية وعلب كتاب وأمثالها من هذه الجبهات التي لا حاجة لنا فيها. نحن لدينا جبهات هنا في محافظة تعز، ولكن هناك سماسرة مع تواطؤ من الحكومة اليمنية، أو بنفس الوقت تهميش من التحالف بما يسمى التحالف العربي، فيذهبون بسبب المعاناة للقتال في الحدود، ولكن يذهبون ولا يعودون. فلم نسمع عن، حتى أصبحنا لا نسمع عنا بادري لهم. وأنت تعلمين كما حدث في قبل 4 أيام أو قبل 10 أيام، أنه عندما حدثت كارثة في محور كتاب في صعدة من في اللواء الفاتح بقيادة المدعو رداد الهاشمي، الذي عمل على تماطل أو عمل على قتل وأسر وحرق الكثير من الشباب، ما يقارب ما بين 3500 إلى 4000
500 وكانت محافظة تعز نصيب الأسد وتحديدا في منطقتنا هنا في منطقة الجبل حبشي هناك الكثير والكثير لا نعلم عنهم. أنا أحد الأبناء أو الأحد الذين لديه 7 أشخاص من أسرتي مفقودين حتى الآن لم نستطع أن نتواصل معهم، لم نستطع تواصلنا عبر بعض الأشخاص، وكان هناك حصلنا على بعض الأرقام لا نعلم من مصداقيتها، قالوا بأنها حق بأن هذه الأرقام تعود لأخو قائد اللواء يسمى صدام، فتواصلت أنا معه شخصيا رد علي بأنه لا يعرف هؤلاء الأشخاص الذين كلمت عنهم، هذه محرقة، محرقة بكل ما تعنيه الكلمة في جبهة الحدود في المملكة العربية السعودية. نعم، إذا شكرا جزيلا لك. مشاهدينا اتصال آخر من هائل محمد، مرحبا بك هائل. أهلا وسهلا حياك الله. هائل، من المسؤول عن تحشيد الشباب من هذه المناطق إلى الحدود مع السعودية؟ هل هنالك جهات معينة يمكن لك أن تسميها؟ ولماذا القرى والأرياف؟ أصلا الحالة المعيشية كان لها دور، يعني لانه الوضع اليمني وصل لحاله لا يطاق. نعم. حتى انه في بعض الموظفين يعني كان في 2014 راتبه يتجاوز ال 350 دولار، اما الان لا يتجاوز ال 100 دولار. نعم. يعني والاسعار ارتفعت الى اضعاف. ثانيا في مثلا في بعض الضباط والعساكر القدامى منضمين الى الجيش، الى حتى الان 3 سنين لم يعمل لهم حل ولم يرضى يعني ولم يغمنهم اذا كشفوا الراتب، لذلك انه يروح يطلب الله يعني يطلب رزق لاولاده ولا يموتون من الجوع. فاذا تصرفات بعض القاده بالذات في تعز، يعني اذا قال الجندي قال له اشتري سلاح وبدله. طيب يجي يوفر هذا، قال له خلاص انا ما اضطرش اوفر لك الاكل، روح. طيب واذا جاء اخر الشهر يجي يدي له يعني مبلغ زهيد من راتبه 10 الى 5000 ريال. يعني تصرفات رعناء. كذلك انهيار قيمه الريال له دور في الجانب هذا. أما من التحالف، التحالف هناك تآمر على شباب اليمن ومنهم شباب تعز، لأنهم هم السبب في التغيير والسبب في الحكومة الأميرة اللي كانت إسقاط الحكومة الأميرة اللي كانت موالية للخليج. لذلك إنه حتى السعودية تستقطب بالذات من شباب تعز، لأن عندها ثأر مع أبناء تعز، وتعين عليهم قادة خطبة جوامع ويعني حلقات في طلاب حلقات في جوامع لا يفقه في العسكرية شيء، ورتبة لواء ولا يفقه في العسكرية شيء، والله لا تكتيك عسكري ولا ما حتى ما يعرفش الحركة النظامية. هذا اللي وصلنا إليه. كذلك مثلا المرتبات في مارب، نقول في مارب، مارب يدسوا من 3 إلى 4 إلى 5 شهور بدون مرتبات. يعني ايش هذا من وزاره الدفاع او من خبر، يعني كله عشوائي، لا ترقيم في مارب ولا ترتيب ولا تقديم الويا، كلها بس من اجى عمل له تكوين لواء، يكون اللواء 3 إلى 2000 فرد، ولا في الواقع 300 إلى 300 فرد، لذلك يطلب الله يعني على لقمه عيش في الحدود، يعني هذه كذا اسباب كثيره جدا. نعم، استغلال حاجة الناس. هل الجرحى الذين يسقطون في هذه الجبهات ماذا يكون مصيرهم؟ الجرحى والله انه في جرحى في تعز لحد الان ينزفون، في جرحى اللي لهم وساطات يتعالجون في ارقى الديوان، وفي جرحى يتعفنون في تعز، كذلك في مثلا في مناطق الحدود في جرحى تعفن جراحهم ولا يرتفت لهم، حتى الشهداء تخيلي بعض الافراد يتواصلوا معي من هناك من البوكس. نعم. يقول لك اذا تقدمنا او سقطنا مثلا جبل او تقتين او جبل او 2 جبال بدون ضحايا، يقول لهم الضباط السعوديين هذه ايش من حرب؟ ضروري يكون في ضحايا، ضروري في شهداء، اما كذا ما بوش انتهوا. يعني مبذله. نعم. يقول لك ليش ضروري تضحى؟ ضروري يقتلوا من ابناء اليمن. بالذات. نعم. من تعز. نعم هائل، شكرا جزيلا لك، شكرا أنك كنت معنا في هذه الحلقة. إذن مشاهدينا الكرام بهذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة، نشكركم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.